انطلقت صباح اليوم جلسة استقبال وفتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية المتعلقة بمشروع سولار 1000 والمندرج ضمن برنامج 150,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والكهروضوئية لآفاق 2035 الذي تتكفل شركة سونالغاز بتنفيذه تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم في سياق تحقيق برنامج الانتقال الطاقوي. المشروع تضمن إنجاز 5 محطات موزعة عبر 5 ولايات. وجهت شركة جيل الجزائر تنبيها لزبائنها المسجلين سابقا في قائمة طلبات السيارات جي إكس 3 برو ستار والتي يبدأ سعرها من 197 مليون سنتيم. وأفادت جيل الجزائر أنه سيتم الاتصال بالزبائن المسجلين سابقا فقط ابتداء من اليوم الاثنين من طرف الموزعين المعتمدين الذين قاموا بالتسجيل عندهم. هذا وقد أعلنت شركة جيل للسيارات بأن جميع نسخ سيارات جي إكس 3 برو تحتوي على خاصية USB وذلك تطبيقا لما ينص عليه دفتر شروط الصادر في 17 نوفمبر 2022 والذي يحدد كيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. أصدرت أوتوليدر كومباني الممثلة الرسمية لعلامة شيري الجزائر بيانا جديدا أكدت فيه أن جميع موديلات شيري متوفرة عبر الوكلاء المعتمدين. وفي ذات السياق كان قد أصدر الممثل الرسمي للعلامة الصينية بالجزائر بيانا أكد فيه توفر سيارة تيغو برو 2 لدى جميع نقاط البيع. أطلقت المديرية العامة للضرائب النظام المعلوماتي الجبائي جبايتك رسميا على مستوى مراكز الضرائب بعدة ولايات. وأفاد بيان للمديرية أن العملية تمت على مستوى مراكز العلمة وتيزي وزو والمراكز الجوارية للضرائب بالبليدة بئر العاتر تبسة والطارف وسوق هراس الحروش بسكيكدا. شهدت تركيا خلال الشهر الفارط ارتفاعاً من ناحية التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى ما يقارب 61.98% على أساس سنوي وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي. هذا وقد تراوحت تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع بين 61.37% و64.10% كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.28% وصعد مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 69.89% على أساس سنوي. تجاوزت أسعار الذهب المستوى القياسي متأثرة بتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية أوائل العام المقبل بالرغم من محاولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيف هذا التفاؤل. هذا وقد ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين متجاوزا أعلى مستوى سابق على الإطلاق سجله في 7 أوت 2020 فيما زاد انتعاش الذهب الذي كان مستمرا منذ أوائل أكتوبر بعد تعليق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن السياسة النقدية الآن في المنطقة التقييدية. تجاوز سعر عملة بيتكوين المشفرة حاجز 40,000 دولار حيث وصلت أكبر الأصول الرقمية انتعاشها هذا العام وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الطلب من الصناديق المتداولة في البورصة. هذا وقد صعدت العملة المشفرة بنحو 2.9% إلى 40,867 دولار مما رفع قفزاتها خلال العام الجاري.